إذا Enterprise Resource Planning and Process Mapping. Process Mapping هو هاي، خلينا نعرف ايش اسم System Diagram، لأنه احنا قلنا الـ Process Mapping أو الـ Process Formulation إما بصيغة بطريقة Narrative، يعني بصيغة بطريقة مكتوبة كلام يعني، أو وهذه أريح إنك مختصين في النظم، يعني أريح إننا نطلع على دياجرام، أريح إننا نطلع على دياجرام من إنه نقعد نقرأ نصوص كبيرة، أو بدنا نصيغها بطريقة اسمها سيستم دياجرام. وأنا بتذكر إنه أنتم في مادة تحليل النظم أخذتوا السيستم دياجرام، هي عبارة عن graphical representation of the system. graphical representation of the system. والسيستم هنا بيكون عبارة عن group of parts that are connected and work together. طيب إذا إحنا الآن بدنا نحكي عن موضوع البيزنس بروسيس، بس بأي طريقة؟ بطريقة اللي هي diagrams، واسمها system diagrams. تمام؟ طبعا هي هالسيستم diagrams بيقولنا used to describe business process, assess internal control procedures, evaluate design or change information systems. إذا هو بيحكي عن عملية وين؟ في النهاية لما بحكي أصلا مفهوم السيستم ديجرام هذا مرتبط في وين؟ أيوه في الانفورميشن سيستمز. وبالتالي السيستم ديجرام بدنا نستفيد منه، نستفيد من أفكاره، إحنا أوريدي المفروض إنه ماخذينه في مادة تحليل النظم أو في مواد أخرى أو سوفت وير إنجينيرينج. بدنا نبني البيزنس بروس بطريقة سيستم ديجرام. تمام؟ البروسيس ماب شو هي؟ بروسيس ماب هاي اللي احنا بنحكي عنه هي نون اس اسمها، قد تكون اسمها كروس فانكشنال فلو شارت او سويم لين دياجرام. يعني شو بتكون اسمها؟ احنا بدنا نتعرف انه اسمها بروسيس ماب، نتعامل على اساس انه ايش اسمها بروسيس ماب. لها مسميات ثانيه لو رحت تفتش، ممكن تفتش كروس فانكشنال فلو شارت، وممكن تلاقي لها اسم كمان سويم لين دياجرام. مش بغض النظر شو الاسم، هي عباره عن جرافيكال تكنيك ذات دوكيومنت انبوتس. اذا هي عباره عن جرافيكال تكنيك، هي دياجرام، هي رسمه. شو بدها تبين؟ الانبوتس يعني المدخلات، الاوتبوتس شو المخرجات، والاكتيفيتيز اللي انت مجموعه الاكتيفيتيز اللي بدك تقوم فيها في اثناء وانت بتنفذ في البروسيس، and the decision points وين الاماكن اللي فيها decisions. يعني لما اخذنا مثال التسجيل، في بعض اماكن بدك موافقه المشرف، هذا اسمه decision point. تمام؟ هاي to show step by step procedures for specific business process. اذا لما تسمع كلمه process map، احنا بدنا نشتغلها بطريقه system diagrams بنفس الطريقه بنفس الاسلوب سهل. الآن بدل ما بدنا نمثلها، بدل ما بدنا نصيغها بطريقة ناراتيف نكتبها كتابي، بدنا نرسمها رسم عشان إحنا كمختصين أريح، أسهل على المختصين يتعاملوا مع الرسم. الحين بنشوف في كل الحالات هي عبارة عن graphical representation. شو بده يبين؟ هاي انتبهوا شو اللي بده يبينهن؟ inputs شو المدخلات، يعني عملية التسجيل شو الانبوت لها، البيمنت لازم يبقى دافع، الاوتبوتس شو الاوتبوت منها؟ ريجسترد كورس. اذا انبوت في بيمنتس، الاوتبوت بتكون ريجسترد كورس. اكتيفيتيز شو النشاطات اللي بتقوم فيها؟ اند بدها تبين لي وين في ديسيجن بوينتس. باختصار هذه إيه؟ تمام؟ الان طبعا هاي الرسمه زي هيك بنرسم، خليكم تبقوا مطمئنين، سهل الرسمه زي هيك بدنا نرسمها، بس نعرف شو العناصر هذه بتصير ولا اسهل منها؟ سهل جدا، وين بتطلع عليها بصير تعرف عن شو تتكلم. اوكي الان اي نوع، اي بروسيس احنا بدنا نرسم، انت بدك ترسم مثلا، ممكن ترسم الاز از بروسيس، يعني شو هاد بروسيس كرنتلي اوبريت، يعني العمليه اللي الان بتتنفذ. لما اخذنا في مثال التسجيل اللي حكوه قبل شوي، مثال التسجيل او مثال اللي عمليه اللقاء الالكتروني اللي قبل شوي، هذا اسمه اساس، يعني هيك بتنفذ الان.
بتقدر ترسم له، ما بتقرا او تو بي بروسيس ماب، او انا برسم ماب طلعت على اللي هي الاس اس راسمها انا، طب نعدل عليها بتصير تو بي، يعني هيك بدها تصير. تمام. الرول اللي هي ذا بارتي ريسبونسبل فور ان اكتيفيتي ان ذا بروسيس، انا طب كل اكتيفيتي مين المسؤول عنها؟ بسمي لك اياها رول، كل اكتيفيتي في مسؤول عنها. يعني في عملية التسجيل اللي استعرضناها قبل شوي اللي حكوها، أو المثال اللي إحنا بنمارسه دائما في الجامعة، كل أكتيفيتي في جهة مسؤولة عنه، هذه اسمها رول. تمام. وكان بي انترنال أور اكسترنال انتيتي، خلاص هايها مجموعة عناصر، بس هن ثلاث أربع عناصر اللي إحنا محتاجين في البروسيس ماب، ثلاث أربع عناصر بس نحتاج أكثر. شين هذول الثلاث اربع عناصر؟ خلينا نستعرض. العنصر الاول اللي هو المستطيل، انا مش عارف ليش انا مطلعها في الرسمه هيك، هذا لازم تكون هيك، هاي كملها هيك، هاي مستطيل، وين ما بتشوفها هذا بترمز لشو؟ اكتيفيتي، هاي اكتيفيتي اللي افري بروسس سيريز اوف ستيبس، هي خطوات، هذا الرسم الشكل وين ما بتشوفه عبارة عن اكتيفيتي. نشوف المثال، هاي وين في اكتيفيتيز عندنا على المثال هذا مثلا، يمكن عشانها باللون الاحمر انا اجت معي، هاي هذا اكتيفيتي، هذا اكتيفيتي، هذا الاحظ، اذا لاحظ كل ان هذول عبارة عن شمالهن، هاي لاحظ اي شيء، هاي المستوى على طول بتطلع عليهن، هاي هذول اكتيفيتيز. تمام. هذول اكتيفيتيز، اذا هذا العنصر الاول. الثاني اللي هو ديسيشن بوينت، والمفروض يكون شكله هيك، انا مش عارف ليش مقصوص، ايوه هيك، يلا ظبط، ايوه شكله هيك بتكون ديسيشن بوينت، معين شكل معين ديسيشن بوينتس، يعني انت ما احيانا بتكون الاكتيفيتيز ماشيه عند نقطه معينه بدنا قرار، زي كيف لما بدنا نسجل طالب مثلا فوق الاغلاق، اذا بدك قرار انت وانت ماشي في البروسيس كطالب، لما تصل عند النقطه هذه بتوقف، تقدرش تكمل، بتروح تراجع الشخص اللي بيتخذ قرار، اذا هذه النقطه فيها ديسيجن بوينت اسمها. تمام. وبالتالي لازم تبين انه في الرسمه انه في هذا المكان في ديسيجن بوينت، هتخون تشوف وين في ديسيجن بوينتس، هذا مثلا هيها ديسيجن بوينت، يعني بنفذ العملية، هاي بيبدأ في التاسك من هان، في الثاني في الثالثة، إذا لما هذه معناها لما تصل لهان البروسيس بدها توقف، راح توقف وتستنى قرار من جهة ما. تمام. من جهة ما، أي جهة؟ ما هي مقسمة، الحين بقول لك شو التقسيمات، هذه الرولز، هذه وين الرولز، يعني القرار بدك اياه من مين؟ هاي كريدت اند انفويسنج، هم اللي بدهم يعطوك القرار. كويس. وين في قرارات ثانيه في البروسيس اللي امامي؟ هاي هذا كمان قرار ثاني، بس من وين؟ من الرول هاي برودكشن كنترول. اذا البروسيس هاي بتكون ماشي جنريت اوردر، اوردر كومبليت هذا كاستمر اوردر بروسيس لطلب للكاستمر، هي اوردر ريسيفد بنستلم الاوردر، بعدين كريدت تشيك بنعمل فحص، بعدين بنستنى ياس اذا الكريدت هذه صحيحه كمل، اذا نو ارجع هان كريدت بروبلم بده يشتغل في منطقه ثانيه، ياس معناته شو، ما هيك هيك تسلسل، هيك تسلسل العمل بالسير. تمام. نرجع. طيب هذا ليش جايب لك اياه؟ بروسيس فلو لاين، هذا هيك شكله، هيك احفظ هيك بروسيس فلو لاين، سهم بشكل سهم، ايوه دايركشنال ارو، هاي اسمه دايركشنال ارو، كونكتنج سيمبلز، شو مهمته؟ شو ذا فلو اوف داتا انفورميشن اور فيزيكال جودز، يعني هذا اللي هو البروسيس فلو لاين،
هذا البروسيس فلو لايف سهم، اي سهم ارو، يكون مكتوب فوقي، يكون مكتوب فوقي شو الداتا اللي حاملها اللي في المحطه، شو مع شو الداتا اللي داخله، او انفورميشن او جودز اور اني اذر. مثلا ممكن تكون بيمنتس، ممكن مكتوب عليه كلمه بيمنت. خلينا نشوف المثال، نروح على المثال. هاي المثال مش كاتب عليه ولا حاجه، يعني المفروض يكون كاتب على المثال. نشوف المثال بعده، ولا المفروض يكون كاتب هان، يعني هان تحرك، ايوه هذا تحرك. طب شو هو اللي تحرك؟ المفروض يقول لي مثلا invoice prepared، اللي تحرك كان لازم يكون كاتب فوقها كلمة invoice، يعني invoice بدها تتحرك، مشان يعرف الشخص اللي بده ينفذ البروسيسات انه هان في invoice لازم تتحرك من مكان الى اخر. طيب ارجع للشكل هذا، هاي ستارت ستوب هيك لازم يكون، هاي بيضاوي اوفل، هاي اوفل شكل بيضاوي بده يكون اوفل، هذا اوفل، هاي ستارت ستوب يعني البدايه والنهايه، بس مهمته يقول ابدا من هان في القراءه للبروسيس، هان بتبدا البروسيس، هان بتنتهي البروسيس. شوف المثال هايو، وين في ستار؟ هان في ان، هاي اوردر ستوب، هاي شايفها اوردر ستوب في ان على طول. لاحظ من يوم ما بتشوف الاوفل بتعرف انه هذه ستارت اور ان، هذه ان، بس المفروض هنا يكون كمان في ستارت هان في مكان ما، هان يكون حاط لي ستارت، يعني هذا ناقصه انه يكون في ستارت. خلاص تعرف انه ابدا من هان واستمر بهذا الاتجاه، استمر بهذا، والان تبعته هنا النهائيه المفروض هنا كمان في ان هان في المكان هذا. هذا هو بروسني انفولف مالتيبل بروسيس، يعني شو مع البروسيس ذات نيد يوزر سبريت باي ديستنجويش ثيم، يعني مثلا انا عندي مالتيبل بروسيسز، هذا ممكن يكون في لها كمان، هذا مشان تنفذ في لها انذر بزنس بروسيس كامله، انذر بزنس بروسيس كامله، باجي بكتب بين اقواس هيك، بحط هيك، بحط اسم النيم تبع البروسيس الثاني، خلاص بنعرف انه بتمشي انت في الاكتيفيتيز، وصلت تان، وصلت تان معناته في كمان بزنس، سب بزنس بروسبكت بتنفذها كامله. تمام. الان هذه الاخيره اللي بدنا نحكي عنها، الثنتين مع بعض نحكي عنها، هذه اللي هي دائره وهذا شكلها هيك، يلا ظبطت هيك، بس ناخذ نظبطهم احسن. هذه الدائره كان، هذه الدائره كيف نجيب لكم دائره هيك، وهذا شكلها اللي هو بيكون هاي، ها هيك، هذا كونكتر لسه ما شو ماله كونكتر، يعني ما بعرفش اذا اذكرها مش موجوده الان، هي الان موجود. هذا الكونكتر لاحظ انت بتشتغل الان، مثلا ثلاث مش صفحه، ثلاث جهات، شو بتحط؟ وصله، هذه اسمها وصله، تحط دائرة، أنا حاط اسمها مثلا تي، وبتروح في الصفحة أنت تحط تي بتكمل، هذا في نفس الصفحة الثانية، اللي هي الثانية اللي هي رمزة هيك، أيوه هذا رمزها، هذا إذا أنت بترسم في الرسمة وانتهت الصفحة فول، صار في اخرها شو بتحط؟ بتحط الرمز هاس، ايوه، وبتحط مثلا بي، يعني بي تقلب الصفحة الثانية وتكتب عليها
هيك بتقعد. هاي بي معناها هذه تابعة للي بي اللي قبلها وهكذا. بس هذا هي الرموز اللي هي جاي في وين؟ في اللي هي البيزنس بروسيس، بيزنس بروسيس مابينج. بعطيك أمثلة، دققوا في المثال، دققوا فيه تفرجوا عليه. هذا كمبيوتر دياجرام، هاي يقرأ فلو دياجرام، رسم بالكمبيوتر، برنامج الكمبيوتر، هاي من الساب هيك ترسمها. الآن اللي بدنا نعرفه إنه إحنا الأودو كمان برسم، بعطينا رسومات زي هيك، برنامج الأودو بعطينا رسومات زي هيك، تمام. إذا إحنا إذا إحنا بهيك يعني هذا اللي هو بدنا نحكي فيه اللي موضوع البروسيس مابينج. هاي إحنا استعرضنا الرموز، تمام. الآن الأمثلة، أنت لو دخلت على الأونلاين بتلاقي أمثلة حدث عنها ولا حرج. الآن هاي عندنا مثالين كمان اللي هي الستودنت ريجستريشن، الستودنت ريجستريشن والأونلاين كورسز، كمان هذا عبارة عن أمثلة. حاول أنت تعملها رسومات بهذه الطريقة. المسألة سهلة، لكن المهم فيها إنه إحنا نكون شو ماله، نكون عملنا المطلوب، تمام؟ طيب.